نزف أحلى التهاني والتبريكات إلى بمناسبة ذكرى تأسيس جيش العراق الباسل الذكرى 101 إلى القائد العام للقوات المسلحة، كذلك إلى وزير الدفاع المحترم والأخ رئيس أركان الجيش المحترم وكل معاوني رئيس أركان الجيش المحترم، وكذلك ضباط قادة مراتب، نزف لهم أحلى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبطال، الشفاء العاجل لجرحانا إن شاء الله، التوفيق والسداد لجيشنا البطل إن شاء الله. نهنى الشعب العراقي ونهنى العراق بصورة عامة بهذا عيد جيش الباسل، وإن شاء الله نكون السد المنيع واليد الضاربة لحماية الشعب وهنا، ولا ننسى الشهداء والجرحى، أن ما ننساهم هذا العيد، ولولاهم ما كنا عيدنا اليوم، لا احنا ولا الشعب العراقي كله. ونطالب للشعب العراقي وقفته ويا الجيش، جيش هو جيش الشعب وليس جيش الحكومه. كل عام وجيشنا الباسل بألف ألف خير، يا ربي نعاد بأمن وأمان على شعبنا الكريم وقواتنا الأمنية البطلة، ويعم السلام والأمان على شعبنا الكريم. نحب نبارك للشعب العراقي بمناسبة تأسيس الجيش الباسل، وشكرا للجميع، ونطالب بعودة نظام البديل إلى القوات البطلة، فهذا أقل من حقوقها، ونطالب من قناة دجلة الفضائية أن تصل هذا الصوت الحر، صوت الجندي العراقي المظلوم.